أمل هي شخصية مثل أي شخصية نسائية مناضلة، بترفض الظلم، بترفض الفساد. أنا مادلين، أم جورج وسامي حمودة. أنا هشام جابر، أنا اسمي الميت. إيهاب الجزء الثاني عم يتابع ما بدأوا بالجزء الأول، هو التحقه بالخط العسكري. أنا نايم. مستر نايم. هلا مثل ما في أبطال بالخير، كمان في أبطال بالشر. عندي إيمان وبالتالي عندي أمل. بكرة أحلى، هيك بيقلنا الأمل. أكيد الأمل لساته موجود وهو صار أكبر. إحنا ناس كنا بتقديري بنعرف كيف نعيش ولازم نضل نعرف كيف نعيش. ويمكن أكبر شر غير الظلم هو إنه ما يدفع الظالم ثمن أفعاله. حريتك بدك تاخذها، وأملك أنت اللي بتصنعه.